بداية ما الذي جرى؟ هل تفاجأتم أنتم أيضا؟ لا، في الحقيقة لم نتفاجأ. مجلس الشيوخ هو غرفة مكونة من أعضاء لهم مواقف، هذه المواقف معلومة لدى الأعضاء في مجلس الشيوخ، والحديث يتم كل يوم حول هذه المواضيع وهذه الترتيبات. رغم أن مجلس الشيوخ يعني غالبيتهم من الأغلبية. بكل تأكيد غالبيتهم من الأغلبية. طيب كيف لا تكون متفاجئين من هذه النتيجة؟ لا، لم نكن متفاجئين أبدا. الديمقراطية، طيب ما الذي جرى؟ الديمقراطية في كل دول العالم هنالك دائما منتخبون يصوتون ضد برامج أو مشاريع لحكوماتهم، هذه مسألة. إذن نحن نتحدث عن مستوى عالي من الديمقراطية في موريتانيا. والدستور الموريتاني ينص على أن كل انتداب إلزامي باطل، وهو ما يعني أن لكل برلمان الحق في أن يتخذ موقفه كيفما شاء ومتى شاء. والمسألة في المستجدات الأخيرة أنها ليست محل إجماع لدى الموريتانيين، وهؤلاء الشيوخ هم من ضمن الموريتانيين. حقيقة أنه الموضوع ربما فاجأ البعض، ولكن من يعرف أعضاء مجلس الشيوخ ويعرف قناعاتهم التي يعبرون عنها بكل أريحية يعرف أن الأمر كان نتيجة فاجأة الجميع، أغلبية ومعارضة يعني، وأنتم كأنكم تقرون بمستوى عالي من الديمقراطية في موريتانيا، يعني هل هذا ما تشيرون إليه؟ الديمقراطية كنظام بكل تأكيد ليست متوافرة، والدليل على ذلك وهو دليل واضح أن الوزير حين كان يتكلم ويشرح للشيوخ كان ينظر إلي مرارا ويقول أنه يجب أن نحترم قواعد اللعبة الديمقراطية، ويجب أن نعرف أن هنالك أغلبية ونحن كأقلية يجب أن نرضخ لما تريده الأغلبية. لكن الشيوخ حين ايضا حين صوت الشيوخ بلا، جئت اليه وقلت له اذا يجب ان نحترم جميعا هذه بعض راي الاغلبيه، ولكن حقيقه ان وجهه ووجه مساعديه كان لا 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 يرحب بالنتيجه، بالتفهم المطلوب. طيب أنتم لم تكونوا متفاجئين بهذه النتيجة حسب ما قلت الآن، طيب كيف اقتنع الشيوخ الأغلبية بتصويت على الرفض أو رفض هذه التعديلات، وهم كانت لهم لقاءات سابقة مع الرئيس محمد بن عبد العزيز، يعني خلال الجلسة هناك من تحدث بأنه تعهد للرئيس بالتصويت نعم لبرنامج الأغلبية وما تراه الأغلبية. الذين تحدثوا ربما تعهدوا، وحتى الذين تحدثوا ربما من بينهم من صوت ضد هذا المشروع. مسألة القناعة هي مسألة داخلية، تعرف في السياسة دائما توجد مجاملات، هنالك دائما مجاملات في السياسة، حتى حين يطالبك شخص عادي ومترشح بالتصويت له وتقول له نعم، ولكن أنت في الأخير إذا دخلت في صندوق الاقتراع ستقوم بما يمليه عليك ضميرك وما أنت مقتنع به لا أكثر ولا أقل. فيما يتعلق بالشيوخ، فعلا أن حكومة ولي عبد العزيز ولي عبد العزيز نفسه وجدوا فسحة من الوقت لإقناع الشيوخ بما يريدونه، ولكن معنى التصويت أن الشيوخ لم يقتنعوا بالرواية التي قدمتها الحكومة للتعديلات الدستورية. طيب مع أن البعض تحدث، المعارضة مثلا تحدثت عن ضغوط كثيرة ومتعددة على يعني أعضاء مجلس الشيوخ من أجل التصويت للتعديلات الدستورية، يعني كل هذا ذهب بين عشية وضحاها بصحوة ضبير متأخرة إن صح التعبير. بكل تأكيد حدثت ضغوطات كبيرة، هذا يدركه القاصي والدياني. هو مجرد أن يستقبل رئيس الجمهورية الشيوخ فردا فردا في دورة انتخابية هو تقليد منافي للديمقراطية وروح الديمقراطية، لأن السلطة التنفيذية يجب أن تبتعد في فترات الدورات البرلمانية عن البرلمانيين. أحرى أن يكون الرئيس نفسه يقابل كل شيخ على حدة، وهو ما يفتح الباب أمام الأمور الشخصية أكثر من الأمور العامة، لأنه لو كان يريد أن يطرح أمورا عامة لكان تكلم بها أمام عدد من أعضاء المجلس وحدث نقاش شفاف بين الأعضاء وبين الرئيس، ولكن المقابلات الشخصية أصلا يراد منها أمور أخرى. ولكن الحقيقة
أنه طيب ما قدم الرئيس لم يكن مغري يعني بالنسبة والضغوط التي مورست عليهم. أنا لن أذهب كما يقول البعض يعني لم تكن بالمستوى الذي دفع الشيوخ للتصويت لتعديلات الدستورية. لن أذهب إلى ذلك أبدا لأنني لا أعرف إن كانت قدمت عروض أم لم تقدم، ولا أعرف أيضا تلك الأمور. ما أعرفه هو أنني أحترم زملاء فعلا برهنوا على أنهم يستحقوا الاحترام. فيما يتعلق بالضغوطات، حصلت ضغوطات كبيرة جدا 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 لا يمكن أن تتصور. مثل أن في الصورة كيف أن شيوخا على سبيل المثال كانوا في منازلهم، تأتي إليهم يعني الموظفون الذين ينتمون إلى دوائرهم الانتخابية ويعتبرون أن لهم صلات بهم، ويقولون أنكم إذا لم تنسجموا في إطار ما يريده العبد العزيز فإنكم ستلقون بنا إلى الشارع. هذا هو أشد ما يمكن أن يقدم كضغوط من هذا النوع. كانت هنالك مقريات وكانت هنالك ضغوط، هذا لا يمكن أن ينكره أحد. مجرد الدعوة إلى مقابلة شخصية هو نوع من الإغراء بفتح ما في الأخير الرجل الرئيس محمد العبد العزيز هو سياسي، والشيوخ أيضا كانت هنالك مقولة تكرر داخل مجلس الشيوخ في هذه الأيام. هنالك طاقم كان يقوم بتكرير هذه العبارات على مسامع الشيوخ، وهو أنه لن يندم شيخ صوت بنعم على التعديلات الدستورية. إذن كانت هنالك حتى أنه كانت هنالك مغريات ما بعد التصويت، ولكن الشيوخ اختاروا، لم يقنعهم الخطاب. حتى في آخر ليلة تسنت لوزير الدفاع مع رئيس الحزب في الدعوة التي وجهت وحضرها كافة شيوخ الأقلبية، لم يستطع هؤلاء أن يقنعوا الشيوخ بما يريدونه. لو أنهم قدموا خطابا منسجما محترما ومقنعا لكان الشيوخ اقتنعوا. وهنا أريد أن أرفع أو أفند ما يقوله البعض بأن الشيوخ صوتوا ضد لأنهم يريدون أن يحموا مناصبا لهم. هذا كذب في كذب. هذه المناصب ليست للشيوخ وليست لأحد. سنأتي على ذلك، لكن البعض يشير إلى نقطة أخرى، هو نعم. تدخل ربما من رجال ساسة أو رجال نافذين أو ربما المعارضة الموجودة في الخارج، بين قوسين تسمية ليست لي المعارضة الموجودة في الخارج. كل هذه دعايات مقرضة. يعرف الجميع أن ما تمتلكه الدولة من وسائل لا يمكن لأي معارضة خارجية أو داخلية أن تمتلكه. الدولة لها رجال أعمال تجبي منهم الأموال يوميا، تجبي منهم المال السياسي. حزب الاتحاد من الجمهورية يقوم يكتب أوراق لكل رجل أعمال على أنت يا فلان يجب أن تدفع مبلغ 100 مليون أو 120 مليون أو 500 مليون حسب ما يهواه الحزب وما يريده. هؤلاء الناس يمتلكون السلطة، يمتلكون المال، يمتلكون النفوذ، يمتلكون المناصب. إذا قلت أن هنالك معارضة خارجية وما يريد أن يلمحه البعض فهو مردود، لأنه لا يمكن أن يستند على أي أساس. الدولة تمتلك كل الوسائل وتوظف كل تلك الوسائل في أغراضها، ولكن الشيوخ كانوا يعني تساموا على هذه الأغراض الشخصية، وكانت يعني قناعاتهم وكرامتهم أهم بكثير. طيب لكن أريد أن أفهم أنا والمشاهد أيضا، يعني في ظل ما يقال بأن الديمقراطية الموريتانية ما زالت ديمقراطية فتية ولسنا بالمستوى الديمقراطي يعني المرضي أو بالنسبة لكم، وأنتم يعني الشيخ في مجلس الشيوخ ومعارض أيضا للنظام القائم وتقولون بأن النظام ليس ديمقراطي إلى غيره من الأمور، يعني هذا التصويت بنعم في ظل هذه المرحلة السياسية الحساسة من تاريخ البلد لا تعبر عن أن رأس النظام أو النظام القائم هو نظام ديمقراطي، يعني لم يمارس أي نوع من الضغوط على 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 الشيوخ؟ لو أنه لم تحدث هنالك مقابلات شخصية في هذه الفترة التي كانت فترة حرجة، كانت دورة برلمانية من أهم ما يكون، ربما تكون مقابلات البعض حتى أن الرئيس يعني ترك لهم الخيار. لا لا لا، الرئيس قابل الشيوخ قبل ذلك في مجموعات، قابل كل ولاية أو ولايتين وشرح ما يريده واستمع إلى الشيوخ وناقش معهم. إذا كانت المسألة هذه فكان يجب أن يكتفى بهذا التشاور الذي هو منطقي وأمام الجميع. ما حدث هو لا يمكن أن يصنف إلا في إطار الضغط وإطار هو يمكن أن يشرح لهم رؤيته ويقدم لهم رؤيته ويفاصل لهم ذا التوجه اللي عند النظام لكن لم يمارس أي نوع من الضغوط، مجرد جالسهم وعرض لهم فكرة. فعل ذلك في مقابلات جماعية نشرتها جميع وسائل الإعلام مع
مع الولايات. المقابلات الشخصية كانت مقابلات سرية وشخصية بين أعضاء المجلس والرئيس، وهي ليست محببة وليست دستورية، فما أن ذلك لم يقتصر على ذلك. وزير الدفاع الذي كان يدافع عن المشروع قال ليلة يعني الدعوة الأخيرة أن مكتبه مفتوح من الثامنة صباحا إلى الرابعة، وهو مستعد لحل أي مشكلة يطرحها أي شيخ، وكان أيضا مستعد للاتصال بالرئاسة في 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 حل تلك. طيب لكن كيف يمكن نظام غير ديمقراطي، يعني نظام في حسب ما يصور البعض يقول أنه نظام غير ديمقراطي، افتراضا أنه نظام غير ديمقراطي وهو ما مارس ضغوطة بكل القوة التي تحدثت عنها والموجودة لديه، كيف يمكن أن نتصور أن يفشل في الضغط على الشيوخ؟ ما قالوا لا قط إلا في تشهدهم. لا، هذه أختلف معك فيها. أصل المشكلة مع الشيوخ هو قولهم للا. الشيوخ قالوا لا في مشروع قانون يتعلق ب جباية الديون المصرفية. تعرف هنالك مجموعة من هنالك مجموعة من المصارف الجديدة، وقامت الحكومة بمشروع قانون يمنح هذه المصارف يعني صلاحيات هائلة لكي تمتلك رقاب المتعثرين في 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 سداد الديون. مجلس الشيوخ وقف بكل قوة رغم تهديدات الوزير الصريحة لهم، رغم التهديدات الصريحة والمسجلة، ومع ذلك أصر مجلس الشيوخ على رأيه، وهو ما قاله لعبد العزيز فيه بعد ذلك في النعمة أن مجلس الشيوخ يعطل القوانين. إذن مجلس الشيوخ قال لا من قبل، قال لا أيضا حين قال الرئيس في كلامه أمام المتحاورين بين قوسين، قال أنه سيستفتي الشعب وأنه لن يسمح لمجموعة وقلية باختطاف الشعب، وكان يقصد مجلس الشيوخ. المجلس اعترض وقال أنه لا يمكن أن يحدث أي استفتاء إلا مرورا بالمادة 99 المتعلقة بالتعديلات الدستورية، والتي تحتم أن يمر هذا المقترح من خلال مجلس الشيوخ وبتصويت الثلثين قبل أن يتم عرضه على أي استفتاء أو أي مؤتمر برلماني. طيب ما زلنا في هذه النقطة. إذن الشيوخ نعم. قالوا لا مرارا وتكرارا، يمكنهم أن يقولوا لا في في فيما إذا أرادوا أن يقولوا لا. والمسألة هنا يعني فتحت باب سبق وأن قلته في هذه القناة يتعلق ب يعني هنالك هبة في عدم الرضوخ للإذلال. ضربت مثلا هنا سابق برئيس المحكمة العليا الذي كان يمتلك مأمورية، وكان يمتلك مأمورية قانونية تخوله لخمس سنوات، وقام نفسه الرئيس محمد عبد العزيز بعزله بشكل غير دستوري وغير ديمقراطي، ورفض رئيس المحكمة العليا في أيامه الأولى، وانبرى كل الشعب تضامنا معه ووقوفا مع يعني هذا الموقف المتمسك، وبعد ذلك تنازل رئيس المحكمة العليا تنازل، وهو ما شكل صدمة لدى كل يعني أحرار الموريتانيين. الشيوخ يعني حسب ما أعرف يعني أخذوا على نفسهم التزاما بأن لا يضربوا مثلا في هذا النوع من التخاذل والضعف النخبة الذي يؤدي إلى فساد المجتمع وإلى تحطم آمال الشباب الذي يؤمل في أن تكون نخبه على مستوى من المسؤولية، بحيث يمكن أن يؤمل يعني مستقبل مقبول طيب لهذه البقعة. طيب لكن البعض يتساءل يعني عن كيف يمكن أن نوفق بين الادعاء بالنظام مستبد يعني في نهجه أحادي في قراره، ثم تأتي نتيجة مجلس الشيوخ يعني والذي نتيجة مغايرة لتوجهه داخل مجلس الشيوخ الذي يتمتع بأغلبيته، يعني منطقيا كيف يمكن نستسيغ مثل هذا ما جرى؟ يعني أحادية النظام وديكتاتوريته واضحة، يمكنك أن تستشهد. طيب مستبد ديكتاتوري إلى غير منه، هذا ما توصفون به النظام. يمكنك أن تستشهد بخطابه في النعمة
حين قال سأقضي على مجلس الشيوخ. طيب ما دمتم تقولون باستبدادي، كيف يمكن أن نوفق بين نظام مستبد كما تقولون أنتم وبين يعني أن تخرج نتائج في ظل نظام مستبد بعكس ما يريده وهو يتمتع بأغلبية داخل مجلس الشيوخ؟ هو تصرف باستبداد، تكلم باستبداد، تكلم بديكتاتورية، احتقر المؤسسات أثناء كلامه، وهذا ما يسمى بالأحادية وعدم الديمقراطية في كلامه في النعمة حين قال أنه سيقضي على مجلس الشيوخ، رغم أنه لا يستطيع القضاء على مجلس الشيوخ أولا، ورغم أن مجلس الشيوخ مؤسسة دستورية يجب أن تحترم في الخطاب معها. إذن وقال أن المجلس يعطل القانون، مع أن ما يقوم به المجلس هو تعزيز للقانون. حين يقوم المجلس بتعديلات القرض منها هو تحسين القانون، هذا هو دوره، وكان يجب على رئيس لو أنه ديمقراطيا أن يهنئ المجلس على ما قام به، أحرى أن يعتبر أنه تعطيل كما تقولون. إذن كل الدلالات تدل على الاستبداد والأحادية، ولكن مع ذلك الشعب ونخبه يعني لها الحق في أن تعي مصيرها وأن تعي واقعها وأن تعبر يعني بقناعتها وبإرادتها، وبعد ذلك فليحدث ما يحدث. طيب هناك ما يشكك أن ما جرى هو مجرد لعبة يديرها النظام، يعني البعض يرى أن النظام تراجع عن السعي في التعديلات الدستورية ما بعد إقرار النواب أو ما بعد تصويت النواب عليها، يعني أراد بعد ذلك التخلي ولديه لعبة عفوا، وأنتم كمعارضين له كنتم ضمن هذه اللعبة من أجل التصويت بلا على هذه التعديلات الدستورية ليظهر النظام بأنه نظام ديمقراطي وربما لديه مآرب أخرى، هكذا يرى البعض. رغم هزلية هذا السيناريو، أنتم ما تفهم عن السهولة اللي جات، إلا أننا لا نعترض على ذلك. لا، أنت قد تعتبر ذلك سهولة، ولكن نحن أعضاء مجلس الشيوخ نعرف ما يجري داخل مجلس الشيوخ، أو بعضنا يعرفه، لأن أيضا هنالك يعني ثقة أو نقاش كان يدور داخل مجلس الشيوخ بين الأعضاء المحترمين داخل هذه الغرفة، وكان يعرف يعني كنا نعرف مواقفنا بعض مواقف بعضنا عن طريق النقاش المستمر. إذا أنتم مقتنعون أن ما جرى ليس لعبة، حتى أنه لو أنه لعبة فنحن لا مشكلة لدينا في تلك اللعبة. إذا كان هنالك نظام كان يعني يمشي في مسار خاطئ وأراد أن يقوم بلعبة للتراجع عن هذا المسار، فنحن نرحب بذلك ولا مشكلة لدينا. إذن أي تراجع عن مسار أحادي خاطئ يعصف بكيان الدولة الموريتانية ويهدد ويعني ويهددها لمخاطر لا طائلة من ورائها، نحن نرحب بأي نكوص أو تراجع عن هذا الخيار. طيب سواء كان بلعبة أو سيناريو أو سميه ما شئت. طيب اسمح لي بسؤال، كيف تصفون إسقاط هذه التعديلات وأنتم ضمن من صوت بربها؟ إسقاط هذه التعديلات حقيقة لا يمكن لشخص ينتمي إلى هذه القرفة إلا أن يشعر بفخر كبير ما بعده فخر، وهذا الفخر ليس مرده إلى أن هذه يعني إلى أنه تمت يعني تم إسقاط هذا الحوار الأحادي، أو أن المعارضة كسبت في هذه اللعبة، أو إلى كل أو أن مجلس الشيوخ يعني ثأروا لكرامتهم. ليست هذه الأمور، الأمور أهم من ذلك بكثير، وهو أن البرلمان فيما بعد أمس سيكون برلمانا مختلفا تماما. مشكلة موريتانيا أن كل المؤسسات كانت مختصرة ومقزمة في شخص الرئيس وما يريده الرئيس وأهواء الرئيس. الآن المجلس الذي سيأتي بعدنا سيكون هو أفضل مجلس الشيوخ، وسيكون أفضل منا بكثير. لماذا؟ لأنه سبق وأن رأى بأم عينه أن يعني الوقوف مع القناعات والوقوف مع الوطن ليس لا يؤدي إلا إلى طلوع الدرجة. طيب كيف تصورون رد النظام في ظل هذا الرفض؟ على كل حال النظام لديه خياران، إما أن يمشي في طريق الاستبدادية، وهو أن يحاول مجموعة من الانقلابات سيقوم بها بكل تهور، وستؤدي إلى ستؤدي إلى هلاكه، إلى يعني ستؤدي إلى الإسراع
بزواله حين يقوم ببعض الانقلابات، كأن مثلا كما يروج له حول المادة 38 التي سبق وأن فهم الرئيس محمد بن عبد العزيز أنها لا يمكن أن تشكل له مخرج، لأن التعديلات الدستورية منصوصة وواضحة، وفي دستور يعني يشبه الكثير من الدساتير التي تشابهه في هذه الحالة، وهي أنه يجب أن تكون هنالك موافقة للبرلمان قبل أن يكون هنالك أي استفتاء أو مؤتمر برلماني. إذن الدستور الموريتاني ليس استثناء في هذه الدساتير التي تقوم على هذه المنهجية، ومحمد عبد العزيز فهم ذلك جيدا. طيب كيف سيكون المخرج ما دمتم تقفون في وجه المادة 38 التي يرى حتى بعض يعني أهل الاختصاص أو أهل الدستور أو القانون يرون بأنها مخرج في الظرفية الحالية؟ ليس هنالك من يرى أنها مخرج. هناك ما تحدث بأنها مخرج في وسائل الإعلام، هنالك شخص أو شخصان لا يمكن أبدا أن يعتبروا مرجعية دستورية أو قانونية في هذه البلد. يعني الشخصيات القانونية كان يعني يوجد أحدها قبل الآن في هذا الاستوديو، وهي معروفة، أساتذة معروفين ومحترمين، ولم يقول منهم أحد بهذا القول. من قال يعني الأشخاص الذين طيب سيكون المخرج؟ طيب الذين تحدثوا عن المادة 38 هم أشخاص معروفون لا داعي لذكر أمورهم، والمهم أنهم لم يقنعوا أحدا، وحتى باستدعاء الهيئة الناخبة لمجلس الشيوخ ويقوم بتجديد مجلس الشيوخ جديد، لأن هذه يعني الخطوة. وهنا أريد أن أقول أن من عطل المجلس ليس بأعضاء مجلس الشيوخ، من عطل المجلس هو محمد بن عبد العزيز، وهو المسؤول دستوريا عن سير المؤسسات. وإذا كان هنالك من يمكن أن يحاكم أو أن يلام في قضية تجديد مجلس الشيوخ فهو محمد بن عبد العزيز لا غيره، لأنه هو من عطل تجديد يعني ثلاث الشيوخ التي ثلثا الشيوخ. إذن المخرج الآن هو في التجديد، يعني 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 في أوانهم. نفس الحكومة هي من قدمت مقترحا دستوريا سنة 2012 وصادق عليه المؤتمر البرلماني، على كل حال بشكل قانوني من ناحية شكلية يعني مقبول، بتمديد صلاحيات هذا المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد. انتخاب مجلس جديد دائما يقتضي يعني ظروف قانونية وظروف سياسية. الظروف القانونية إذا يعني صدق على قانون جديد ينص على الطريقة التي سيجدد بها المجلس فيجب أن يجدد مباشرة. هنالك ظروف سياسية أخرى هو أدرى بها، إذا كان يريد أن يكون هذا المجلس متسعا لكافة الأطياف السياسية الموريتانية فيجب أن تتوفر ظروف الشفافية وظروف المشاركة للجميع. إذا كان أيضا يريد أن ينتخب مجلسا أحاديا يعني أو مجلسا أعرجا كما هو حال مجلس النواب، يعني مجلس يخلو من قوى معارضة أساسية يجب أن تلعب دورها داخل المشهد السياسي، فهو أيضا حر في ذلك. إذن المهم أنه إذا لكن لابد أن لديكم معلومات أو لديكم تخمين، ما هو التخمين الذي لديكم أنتم في مجلس الشيوخ؟ المهم أن محمد بن عبد العزيز إذا أتى بمجلس جديد يمكن أن يعرض عليه تعديلاته، وإذا قبل بها فهذا مخرج قانوني ودستوري. ولكن نحن الآن نعتبر أننا قد أمنا وإلى الأبد يعني مشكلة الغرف البرلمانية السابقة في موريتانيا، وهي مشكلتها السابقة هي كونها صدى أو غرفة تسجيل للسلطة التنفيذية. الآن يمكن أن نقول والكل يقول أن البرلمان الآن، البرلمان ما بعد أمس والبرلمان قبل أمس يعني ليس ما بعده. طيب البعض يعني يرى أن إسقاط هذه التعديلات ليس عملا بطوليا ولا يستحق حتى أن تشعروا بالفخر تجاهه. يعني أنتم من وجهة نظر أخرى يعني زدتم المشهد السياسي تعقيدا، وما قمتم به لا يخفض الأسعار ولا يحل مشاكل المواطنين، أنتم فقط زدتم المشهد تعقيدا. ما الحل الآن؟ أنا لم أفهم السؤال، الرجاء إعادة هذا السؤال. طيب السؤال أعلنكم ذا الفخر بإسقاط التعديلات الدستورية، أنتم تتحدثون الآن شعور لديكم شعور بالفخر، والبعض يرى أن هذا العمل ليس عملا بطولية ولا يستحق حتى الفخر. ما قمتم به هو مجرد تأزيم للمشهد السياسي، وهناك أولويات بالنسبة للمواطن. الناس البعض
يسعى لوجود انفراج. أنتم عقدتم الأزمة اليوم، يعني ما قمتم به لا 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 يخفض الأسعار على المواطن، ولا حتى يعالج يقف في وجه تزوير الأدوية، ولا يحسن من الخدمات. الفخر يكمن في خروج غرفة برلمانية مهمة وإحدى غرف البرلمان من حالة الرضوخ والخنوع لما تريده السلطة التنفيذية. هذا هو مكمن الفخر، وهو مشكل أساسي، هو مشكل أساسي في الديمقراطية الموريتانية. مشكلة الديمقراطية الموريتانية هنالك مشكلتان. المشكلة الأولى تتعلق بالمواطن، المواطن مواطن ضعيف من الناحية المادية، ويمكن التأثير عليه بكثير من الوسائل التقليدية، وهذا يطرح مشكلة كبيرة في الممارسة الديمقراطية. المشكلة الثانية هي في النخب، خضوع النخب وخوفها من النظام، يعني وسعيها وأنها يعني جميع المصالح المتوافرة هي تحت أيدي النظام، والنظام أيضا هو الذي باستطاعته أن يضر أو أن ينفع هذه النخب. هذا ما دفع بهذه النخب إلى الخضوع والخنوع والركوع تحت أيدي هذه الأنظمة، يعني أنظمة شبه أنظمة عسكرية في أثواب مدنية. ولا المهم هنا ليس يعني الجميع يعرف طبيعتها. الفخر اليوم لابسين درع ولابسين ورابطين رانشرز على تعبير واحد تعبير ما هو لي بعد بالتأكيد. مكمن الفخر هو أن تثور نخبة في وجه هذا الخضوع وهذا الخنوع الغير مبرر والغير مجدي والمضر، وهي سابقة سيكون لها ما بعدها. الفخر في أن هذا الخضوع وهذا الخنوع قد ولا وإلى الأبد، هذا مكمن الفخر لا أكثر ولا أقل. طيب الدول كلها كانت لديها منعرجات تاريخية، هذا يعتبر اليوم يعتبر منعطف تاريخي. أنا شخصيا يمكن أن أقول أنني اليوم مطمئن على مستقبل الغرف البرلمانية في موريتانيا وكافة المؤسسات. ستجد أنه فيما بعد سيكون هنالك مجلس دستوري محترم، ومحكمة عدل سامية محترمة وتقوم بوظائفها، وبرلمان محترم يقوم بوظائفه الدستورية دون خوف. طيب المعارضة كانت تعتبر مجلس شيوخ مجلس غير شرعي، يعني هكذا كانت تقول سابقا، ثم يعني شهدنا تهنئتها لأعضاء مجلس الشيوخ على هذا الرفض والإشادة بهذا المجلس، يعني لا يعتبر هذا نوع من التناقض؟ للمعارضة الحق في ذلك. المعارضة يعني التعديلات الدستورية التي حدثت سنة 2012 والتي مدّدت لهذا غير ما تناقضت في الإشادة بالشيوخ اللي كانت تقول عنه مجلس ما هو شرعي، والتي مدّدت لهذا المجلس. المعارضة لم تكن جزءا منها وقاطعتها ولم تعترف بها، وبالتالي إذا كانت يعني تشكك في شرعية المجلس فلها الحق في ذلك. لكن هنالك شرعية وهنالك مشروعية. المجلس اليوم يمكن أن يقول أنه تمتع بمشروعية. لم يبقى إلا دقيقة، يعني مجلس الشيوخ قام بالدور الذي يجب، قام بالدور المنوط به كما ينبغي. طيب في دقيقة البعض يرى أنكم صوتتم فقط، وربما لاحظتم ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وما كتبه البعض، بأنكم صوتتم فقط لمصالحكم الشخصية لوظائفكم، يعني ليس لكم بديل في الأفق في حالة إلغاء مجلس الشيوخ. طيب وفضلتموها على مصلحة الوطن، هذه الإصلاحات الدستورية أو التعديلات الدستورية التي كان يقدمها النظام والتي من شأنها أن تقرب خدمات للمواطنين والساسة للمواطنين بدل تواجدهم في نواكشوط، البعض كان يرى أو الأغلبية كانت ترى بأنها إصلاحات جوهرية يعني ستحسن من أوضاع المواطنين. المعارضون الذين صوتوا ضد هذه فقط يمكن أن يقول أنهم 13 أو 14 شيخا، يعني الشيوخ الذين صوتوا ضده أيضا يعني كانوا أكثرية، يعني الشيوخ المنتمين إلى الأغلبية. هؤلاء الشيوخ يعرفون جيدا ويعرف الجميع أنهم لا يمكن الوصول إلى مناصب في مجلس الشيوخ من خلال الأغلبية إلا بدعم من الحكومة والنظام. إذن هؤلاء يمكن أن يقال أن هؤلاء الشيوخ اشتغال، يعني هؤلاء الشيوخ فضلوا مصلحة بلدهم على مصالحهم الشخصية، لأنه كان يمكن لهم أن يدخلوا هذه المجالس التي تم إغراؤهم بها وأنها مفتوحة أمامهم وأنها محنية في أيديهم كما يقال، وكان أيضا يمكن أن يدخلوا غرفا برلمانية أخرى، ولكنهم ضحوا بذلك من أجل موقف مشرف مجلس شيوخ
شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، انتهى هذا الجزء مع السيناتور محمد بالغدا عضو مجلس الشيوخ الغرفة العليا بالبرلمان الموريتاني، وهذه التغطية مستمرة. تلتقون زميلي محفوظ سالك في هذا الجزء الآخر بعد قليل.